جزائرية والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اللي يفوز بولاية ثانية. معنا بالتليفون دكتور محمد سي البشير، مختص في العلاقات الدولية الجزائرية. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا أخي، وتحية للإخوة التونسيين. شكرا لك على قبول الدعوة. الآن تقريبا 24 ساعة بعد الإعلام على النتائج وعلى نسبة 94.65% من الأصوات كانت لفائدة الرئيس عبد المجيد تبون، الآن لا حديث إلا عن هذا البيان المشترك من الثلاثة مرشحين، واللي البيان يحكي على تضارب في الأرقام. ما سبب هذا البيان في تقديرك دكتور؟ مساء الخير، تحية لكل مستمعي إذاعة إكسبرس. أظن بأن الأمر جاء من العبث الذي سمعناه من رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات. لماذا؟ لأنه قدم أرقام وعلى أساس مصطلح جديد سماه معدل نسبة المشاركة وليس نسبة المشاركة على المستوى الوطني. هذا المصطلح صعد نسبة المشاركة من 26% إلى 48% في أقل من ساعتين، وهو أمر مستحيل. إضافة إلى أنه عندما نجمع النسبة التي تحصل عليها الرئيس عبد المجيد تبون والسيد أوشيش والسيد حسني لا نصل إلى 100%. إذا نحن أمام عبث كبير، ولهذا مديريات حملت مترشحين الثلاث قدمت هذا البيان وقالت بأن هناك ضبابية، وبأنه يعني أول مرة في العالم نشوف رئيس فائز مديرية حملته يعني تناقش في الأرقام التي فاز على أساسها. ولهذا يعني نرى بأنه القراءة الأولى للمشهد السياسي الجزائري هو أنه هذه السلطة لم تقم بتنظيم الانتخابات بطريقة جيدة، لم تشرف عليها بطريقة جيدة، وانتهى بها الأمر إلى الإعلان عن نتائج. حتى المترشحون يعني مديريات حملت مترشحين الثلاث اجتمعوا وأعلنوا في هذا البيان الذي لأول مرة في العالم نسمع به الفائز يعني المترشحين الخاسرين كلهم يجمعون على أن الأرقام التي قدمت فيها ضبابية. وطبعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أجاب بعد ذلك في بيان قال بأنه الأمور مؤقتة فقط في انتظار أن تصل كل المحاضر. وهنا سؤال كبير، لماذا تعلن عن النتائج قبل وصول كل المحاضر؟ وبالتالي فالأمور يعني السيد حساني والسيد أوشيش اعترفا بأنهما خسرا الانتخابات، وهذا الشيء يعني لا لبس فيه، وشرعية الرئيس تبون لا لبس فيها. لكن المشكلة هي في النسبة يعني 94% في انتخابات تعددية، هذا شيء يعني لا يعقل في انتخابات تحمل عنوان التعددية. دكتور محمد سي البشير، الآن النزاع بين ظفرين أو الاختلاف ليس في بعض الآلاف أو مئات الآلاف من الأصوات، الحديث عن ما يقارب 5 مليون صوت. لا اسمح لي أخي، 5 مليون صوت هما يعني هي الأصوات التي المعبر عنها. لماذا؟ لأنه حتى هذه المرة الأصوات المعبر عنها لم تصل إلى ربع الوعاء الانتخابي، يعني واحد على أربع، يعني ثلاثة جزائريين من أربعة لم ينتخبوا. وهذا الشيء يعني عجيب في بعد 5 سنوات على الحراك من 2019 إلى 2024 كنا نظن بأن الأمور ربما تتغير، ربما هناك مشاريع، ربما هناك تعددية، ربما هناك مع مشاركة أفافاس أقدم حزب معارض في الجزائر، كنا نظن بأن الأمور ستتغير لكن لم تتغير. إذن الأمر حتى لا أطيل، الأمر ليس متعلق بمئات الآلاف، الأمر متعلق بطريقة حساب نسبة المشاركة، لأنه نسبة المشاركة هي عدد الأصوات المعبر عنها بتقسيم عدد الجزائريين الموجودين على القوائم الانتخابية. هذا هو المعمول به عبر العالم. هذه المرة
رئيس اللجنة المستقلة استخدم مصطلح جديد وهو معدل نسبة المشاركة، وهذا المصطلح لا يستعمل. ولهذا السيد أوشيش لاحظ بأنه في 35 ولاية حصل على ضعف ما أعلن عنه. السيد حساني كذلك أشار إلى أنه في 41 ولاية حصل على 200 ألف صوت أكثر مما أعلن عنه. والعجيب أنه حتى مديرية حملة الرئيس تبون انضمت إلى البيان وأشارت إلى أنه الأمور غير واضحة وضبابية، وبالتالي الأمور ليست متعلقة بالخمسة ملايين بل متعلقة بالنسبة الحقيقية للمشاركة، ثم نسبة كل مترشح يعني بحساب الأصوات التي تحصل عليها في أمس في الانتخابات. طيب حسب ما فهمت أنت كملاحظ في هذه الانتخابات الجزائرية، ما المقصود بمعدل نسبة المشاركة؟ كما ذكرت أنت في كل انتخابات العالم نتحدث عن نسبة المشاركة والاحتساب، يعني في كل الانتخابات واضح لا يحتاج إلى تعريف. ما المقصود الآن بهذا المعدل؟ شوف سيدي، المقصود بها يعني بكل بساطة هو أنه مثلا نأخذ مدينة الجزائر العاصمة فيها مثلا 100,000 ناخب، نأخذ مثلا مدينة المسيلة فيها 20,000 ناخب، مدينة المسيلة تقع إلى الشرق عن الجزائر. إذا كان معدل مشاركة في العاصمة الناخبين هي 50%، يعني شاركوا مثلا 30,000. إذا كان في المسيلة التي هي 20,000 شاركوا مثلا 10,000، إذا 50%. لا يمكن أن نقول بأنه 50% زائد 30% هي نسبة المشاركة، بل يجب أن نضع نسبة المشاركة في العاصمة التي هي مثلا 20%، نأخذ نسبة المشاركة في مسيلة في ولاية أخرى ونحسب. لكن المشكلة هي في أنه حسبت أعداد من شارك في الانتخاب بالمقارنة مع نسبة الموجودين على القوائم الانتخابية. طبعا هنا لعبت، يعني اللعبة هي في إضافة ما يسمى بالمعدل في الإحصائيات. متوسط حساب أي شيء هو متوسط، يعني حساب الأمور التي نقوم بحسابها، لكن في المطلق هناك طريقة لحساب طريقة التصويت مختلفة ومعروفة عبر العالم. واضح. جزيل الشكر لك الدكتور محمد سيلبشير المختص في العلاقات الدولية الجزائرية. تعليق سفيان وليد على اللي كنت تسمع فيه؟ والله بالحقيقة معناها هو كما يقولوا كل بلاد ورطالها. صحيح. ان في الجزائر عندهم هذايا مشكل، يبدو لي حتى هما تفاجئوا بها، ما مش عندهم هذه بدعه جديده، هذه البدعه. احنا ما نعرفش معناها، احنا ما تنساش اللي احنا زادا في انه نسبه المشاركه راو عطاونا نسبة ومن بعد عاودوا صلحوها، ومعليش صلحوها وكيفاش وكذا، حتى حد لليوم بعد عامين تقريبا ما هو متأكد كي ولا فاهم كيفاش صار الإصلاح هذايا. دونك شو نقول أنا، نرجعوا لثقافتنا العربية الإسلامية، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وليد والله تو انا فهمت وش يحب يقول بالمعدل النسبه هذا اللي يحكي عليه، محظوظ جدا انت وصلت فهمت. لا وصلت فهمت ما خاطر زاد انا مهندس وماتور ما شاء الله عليك، فهمت ما شاء الله عليك، دونك عندي شويه قدره باش نفهم. والله حطينا يا وليد ما فهمتش. لا هو سي سامبل، هو سي سامبل، هو شو يقول لك، هو خذا النسبه نتاع كل ولايه او مش نقولوا وجمع النسب الكل وقسمهم على عدد الولايات وقال لك معدل النسب. معدل النسب اوكي، ما نجم نتفق معاك بمعنى ما خذاش بعين الاعتبار ليكويفيسيون، معنى الثقل نتاع ثقل نتاع كل ولايه. اي لكن في نفس الوقت كي تتعدى انت النسبه هذه ايا كانت كيفاش باش تحسبها، اي كي تتعدى من 26 الخمسه نتاع العشيه ل 48 الثمانية متاع الليل، معناها هكا ولا هكا عدد الناخبين ضعف من هنا ولا من هنا، النسبة بيسترجع لنفس الواحد، عدد الناخبين الضعف معناها من الثمانية متاع الصباح للخمسة متاع العشية،
نفس العدد مشاو، ومن بعد من الخمسة نتاع العشية للثمانية نتاع الليل اني مشاو هذوك من الثمانية للخمسة نفس العدد مشاو في ثلاثة سوايع يصوت، اللي هو بنفسه المحلل يقول لك مستحيل ان كانت نسبة الناخبين او معدل نسبة الناخبين يرجع لنفس نفس المشكل. باهي دونك هي تو اليوم شنو قدامها، يا اما باش تصلح الارقام نتاعها وفي الاخر باش تقول لنا راهو تزيري على اربعة صوت، اللي هو نحبه ولا نكره يمس بالتمثيلية نتاع سي عبد المجيد تبون، خاطر 24% وقولوا لنا معناها اليوم تزير فهمتني ماشيه وناجحه وقاعده تحقق في نذكر اللي تزير اللي من اكبر منتجي النفط والغاز في العالم عندها 12% نسبه بطاله في الجزائر، دونك واللي الجزائر اليوم مربوطه ب معناها توريد حاجياتها نقول في مستوى عالي على الأقل في كل الحاجيات الغذائية، اليوم يمس بالتمثيلية متاعه، وهذا ما حد من نجم يشكك فيه. شكرا لك وليد بالحاج عمر، جزيل الشكر سفيان.